كأس أوروبية قد تكون منافساتها هي الأقوى منذ عقود، لما لا والبطولة تشارك فيها كل منتخبات الصف الأول في أوروبا. المنتخب الألماني دائما ما يأتي في مقدمة المرشحين للفوز بالبطولة، فالماكينات الألمانية بقيادة يواخيم لوف فازت في كل مبارياتها في التصفيات المؤهلة للبطولة، والألمان هم الأكثر تتويجا بلقب البطولة التي حصدوها 3 مرات من قبل. إلا أن المنتخب الألماني يتنافس في مجموعة قوية تضم كل من هولندا والبرتغال والدنمارك، فالمنتخب الهولندي هو وصيف كأس العالم الأخيرة، فضلا عن أنه أكثر المنتخبات إحرازا للأهداف في التصفيات برصيد 37 هدفا. الهولنديون يضعون نصب أعينهم الفوز باللقب الثاني بالاعتماد على نجومهم المتألقين في الدوريات الأوروبية مثل روبرت فان بيرسي وأرين روبن. المنتخب الإيطالي هو الآخر مرشح بقوة لحصد اللقب، فبعد غياب طال 44 عاما عن منصة التتويج، يسعى الإيطاليون لإحراز لقبهم الثاني بتغيير في فلسفتهم الدفاعية التي طالما اشتهروا بها، ويعتمد المدير الفني برانديلي على دماء جديدة دفع بها لصفوف الفريق. لكن المنتخب الإيطالي سيصطدم في المجموعة الثالثة بطموحات العملاق الإسباني حامل لقب البطولة وبطل العالم في مونديال 2010، فالإسبانيون مدججون بقائمة من اللاعبين الأفضل في العالم لا سيما في خط الوسط، وتبقى حظوظ المنتخبين الإيطالي والإسباني هي الأوفر في الصعود لدور الثمانية عن المجموعة. ويحلم المنتخب الفرنسي بقيادة لوران بلون باستعادة عصره الذهبي عندما فاز بكأس العالم عام 98 واللقب الأوروبي الثاني بعدها بعامين. ويعول بلون على تشكيلة من اللاعبين متوسط أعمارهم 26 عاما للوصول لمنصة التتويج، بيد أن الفرنسيين سيواجهون الإنجليز في المجموعة الرابعة. فالمنتخب الإنجليزي العائد للبطولة بعد غياب عن دورتيها الماضيتين مرشح هو الآخر لحصد اللقب، وسيعمل الجيل الحالي من نجوم الفريق الذي يضم فرانك لامبارد وستيفن جيرارد ووين روني على تحقيق إنجاز على المستوى الدولي يماثل إنجازاتهم على مستوى الأندية، كما يعول الإنجليز على مدربهم الجديد روي هوتسون في كسر سوء الحظ الذي يلازمهم منذ بدء البطولة في 60ات القرن الماضي. لذا أقامت إحدى الشركات هذا التمثال الورقي الضخم لهوتسون في مدينة دوفر لعله يكون دافعا له على حصد اللقب الأوروبي الأول. محمد السيد، BBC.